عباد الله، اتقوا الله وأطيعوه، فإن طاعته أفضل مكتسب وتقواه أعلى نسب. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أيها المسلمون، إن الله تعالى بلطيف حكمته وما أودعه في إبداع العالم من عجائب قدرته خلق الإنسان مجبولا إلى السكن والاستقرار، وطبعه في أصل خلقته على الحاجة لذلك والاضطرار، ويسر له برحمته وفضله زوجا من نفسه ليسكن إليها ويرتبط بها، إذ الإنسان لجنسه أميل وعليه أقبل. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. عباد الله، الرابطة الزوجية رابطة عظمى صدرت عن رغبة واختيار، وانعقدت عن خبرة وسؤال وإيثار. عقدها مأمور به شرعا، مستحسن وضعا وطبعا، والأسرة هي اللبنة الأولى لبناء المجتمعات، وبصلاحها تصلح الأوضاع، وبفسادها تفسد الأخلاق والطباع. ركناها وقائداها زوج وزوجة، يجمع بينهما ولاء ووفاء ومودة وصفاء وتعاطف وتلاطف ووفاق واتفاق وآداب وحسن أخلاق تحت سقف واحد في عيشة هنية ومعاشرة مرضية. وفي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الإصلاح التام والعدل العام ما يؤيد قواعد هذه الرابطة فلا تنثلم، ويؤكد عقائدها فلا تنخرم. أيها المسلمون، إن سبب كثرة المشكلات وتفاقم الخلافات وشيوع الطلاق والفراق لأسباب تافهة إنما هو التقصير في معرفة الأحكام الشرعية وآداب الحياة الزوجية وما تقتضيه المسؤولية الأسرية. إذ كيف تكون الأسرة في هناء وصفاء والزوج جعبري جواب إذا غضب نفط ونفث واكفهر وازمجر، فيه حب الأنا والذات، خيره مقفل وشره مرسل، كف يابس ووجه عابس، ومعاملة فاسدة وأقوال سافلة تورث كلما لا يندمل وصدعا لا ينشعب، وتترك المرأة حسيرة كثيرة حائرة بين أمرين، طلب تطليقها أو الصبر على تعليقها. وإن من الأزواج من إذا أبغض المرأة كدها وهدها وكهرها وظلمها وأكل مالها ومنعها حقها وقطع نفقتها وربما أخذ ولدها وهو تحت حضانتها ورعايتها وتركها أسيرة الأحزان تعاني كرب الأشجان، فأين الإحسان؟ أين الإحسان يا أهل القرآن؟ أيها المسلمون، وكيف يكون للأسرة هناء وصفاء والزوجة ولاجة خراجة، ثرثارة مهذارة، طعانة لعانة، لا تجيب إلى إنصاف ولا ترضى بعيش كفاف، تئن عند طلبها كسلا وتمارضا ولا ترضى لأمرها معارضا، مقصرة مفرطة ومسرفة مفرطة، كثيرة النوم واللوم، مرهاء ملداء، لا كحل ولا حناء، تنسى الفضل وتنكر الجميل،
وتكثر على ذلك التعليل والتدليل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اطلعت في النار فإذا أكثر أهلها النساء، فقيل: ولم يا رسول الله؟ قال: يكثرن العشير، يعني الزوج، ويكثرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. رواه البخاري. أيها الزوجان الكريمان، اتقوا الله في حياتكما الزوجية، بلوها بالحقوق ولا تدمروها بالعقوق، وليقم كل واحد منكما بما أوجب الله عليه تجاه رفيق عمره وشريك حياته، واخضع لنصوص النقل ومنطق العقل قبل أن يستبد بكما الشقاق ويحصل الطلاق والفراق، ويأكل أحدكما من الندم كفيه ويعض على يديه ويقض شعره وينبغ شفتيه، واحتكما لقول المولى جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن لكم من نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا. رواه الترمذي وغيره. أيها المسلمون، إن من رام شريكا للحياة بريئا من الهفوات سليما من الزلات فقد رام أمرا معوزا وطلب وصفا معجزا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. رواه مسلم. ويقول عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أحمد. أيتها المرأة المسلمة والزوجة المؤمنة، كوني لبعلك أرضا يكن لك سماء، وكوني له مهادا يكن لك عمادا، وكوني له أمة يكن لك عبدا. تعهدي وقت طعامه، والزمي الهدوء عند منامه، فإن مرارة الجوع ملهبة وتنغيص النوم مغضبة. اسحبيه بالقناعة وعاشريه بحسن السمع والطاعة، ولا تفشي له سرا ولا تعصي له أمرا، واحذري أنواع التقصير واجتنبي أسباب التكدير، ولا تصومي صيام تطوع وزوجك شاهد إلا بإذنه، ولا تأذني في بيته لمن يكره إلا بإذنه، واعلمي أنك أشد ما تكونين له إعظاما أشد ما يكون لك إكراما، ولا تلحفي به فيقلاك، ولا تتباعدي عنه فينساك، واجتهدي على نفسك بما هو أدعى لرغبته وأملأ لعينه، وليكن ذلك وفق القيود الشرعية والآداب المرعية. وإذا دعاك لحاجته فحققي رغبته وأجيبي دعوته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه. قومي بخدمته بنفس راضية، فإن في خدمته تقوية مودة وإرساء محبة. ولتكن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها لك في ذلك أسوة وقدوة. تقول رضي الله عنها: تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير ناضح وغير فرسه، فكنت أعلف فرسه وأستقي الماء وأخرز غربه وأعجن ولم أكن أحسن أخبز، فكان يخبز جارات لي من الأنصار، وكن نسوة صدق، وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي، وهي مني على ثلثي فرسخ. رواه البخاري. ويقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه في وصف ما قامت به زوجه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها جرت بالرحى حتى أثرت بيدها، واستقت بالقربة حتى أثرت في نحرها، وقمت البيت حتى اغبرت ثيابها، وأوقدت القدر حتى دكنت ثيابها. رواه أبو داود. حسب المرأة طوبى وبشرى قول النبي صلى الله عليه وسلم:
أيما امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة، رواه الترمذي وغيره. ويقول وقوله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت، أخرجه ابن حبان. أيها الزوج الكريم، اتق الله في زوجك، لا تكلفها ما لا تطيق، وأعنها عند الضيق، وأشفق عليها إذا تعبت، ودارها إذا مرضت، وراعها عند ظرف حملها ونفاسها ورضاعها، وأزل لها الشكر، وتلقاها ببر وبشر. واعلم أن قوامتك لا تعني القهر والغلبة والاستبداد والاحتقار، بل هي قوامة تحفظ لها كرامتها وتستوجب تعليمها وتأديبها وإعفافها. ولا يكن جل همك مراقبة أخطائها وإحصاء زلاتها، ولا تبالغ في إساءة ظن بلا ريبة، ولا تتقاضى عما يخل بالدين والمروءة، واحذر شكا قاتلا وظنا مدمرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: غيرتان، إحداهما يحبها الله والأخرى يبغضها الله. الغيرة في الريبة يحبها الله، والغيرة في غيره يبغضها الله، رواه أحمد وغيره. أيها الزوج الكريم، إياك والمعاتبة الكثيرة، فإنها تورث الرغينة، ولا تمنع أهلك رفدك فيملوا قربك ويكرهوا حياتك ويستبطئوا وفاتك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، رواه أبو داود. كن جوادا كريما، فمن جاد ساد، ومن أضعف ازداد. ولا خير في السرف ولا سرف في الخير. وعاشروهن بالمعروف، أطعموهن واكسوهن، وأسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. اتقوا الله في النساء، فإنهن عوانم عندكم، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. يقول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة، متفق عليه. عباد الله، لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميل العشرة، دائم البشر مع أهله، يتلطف معهم ويضاحكهن ويداعبهن، ويقول بأبي وأمي هو صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. ويقول: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم، رواه البخاري. ويقول عليه الصلاة والسلام حاثا وآمرا: استوصوا بالنساء خيرا، رواه البخاري. أيها المسلمون، أيها الأزواج، إن السهر والسمر خارج المنزل من مثيرات القلق والأرق، ينغص على الزوجة حياتها، ويزعزع ويزلزل استقرارها، ويضيع بسببه الأولاد فلذة الأكباد، حتى يصير فريسة لوحوش الظلام وفتن هذا الزمان. فاحذروا هذا السهر واجتنبوه. عباد الله، لا تتجاوزوا ما شرع الله لكم من الضرب غير المبرح حال النشوز إلى ما حرم عليكم من الضرب الممنوع، فإن عواقبه وخيمة وأضراره جسيمة. ففي صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم. لقد تجاوز رجال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطاف النساء بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكين الضرب من أزواجهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشتكين من أزواجهن، ليس أولئك بخياركم، رواه أبو داود وغيره. وعن معاوية بن حيدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولا تضرب الوجه ولا تقبح، رواه أحمد.
وويل للظالم وويل للظالم يوم اقتصاص المظالم. أيها المسلمون، إن المعاصي والمخالفات وانتشار المنكرات في كثير من البيوتات من أعظم أسباب خرابها ودمارها. ولقد ذب الشقاء والشقاق وثارت ثائرة الغيرة واشتعلت نيران الشك والحيرة بين كثير من الأزواج بسبب طبق القنوات الخطر المحدق والشر المطبق. فحين رأى غيرها ورأت غيره رغب عنها وزهدت فيه، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. فاتقوا الله عباد الله، وطهروا بيوتكم مما يستوجب اللعنة والطرد والإبعاد. قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. أيها المسلمون، ألا فلتذهب المرأة مربية أجيال برقة طبع ولطافة حس وذكاء عاطفة، وليذهب الرجل قواما وقائدا بقوة بأس وجذانة فكر وسلامة تقدير وتدبير، وليذهب الاثنان إلى حياة كريمة في ظل تمسك بالدين وفعل للواجبات واجتناب للمحرمات وتعاون على البر والتقوى. ورحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته فصلت فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فصلى فإن أبى نضحت في وجهه الماء. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. عباد الله، اتقوا الله وأطيعوه وراقبوه وأطيعوه ولا تعصوه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيها المسلمون، العدل يدعو إلى الألفة ويبعث على الطاعة، وبالعدل والإنصاف يدوم الحب والائتلاف، وليس للجائر جار ولن تعمر له دار. أيها المعددون، اتقوا الله واعدلوا بين أزواجكم، اعدلوا بينهن في مسكنهن وملبسهن ومأكلهن ونفقة عليهن والمبيت عندهن، واحذروا الجور والحيف فإنه من أسباب عذاب الله وعقابه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط. رواه أحمد وغيره. عباد الله، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، متفق عليه. وكان يقسم بين نسائه ويعدل بينهن، ويقول صلى الله عليه وسلم: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني القلب. رواه أبو داود وغيره. اعدلوا بينهن وراعوا ما يحصل بينهن من الغيرة التي لا يقدرن على دفعها، غيرة تغير القلب وتهيج الغضب. فعن جسرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت صانعة طعام مثل صفية أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم إناء فيه طعام فما ملكت نفسي أن كسرته. فقلت: يا رسول الله، ما كفارته؟ قال: إناء بإناء وطعام بطعام. رواه أحمد وغيره. وعن عائشة مرفوعا: إن الغيراء لا تبصر أسفل الوادي من أعلاه. أخرجه أبو يعلى. عباد الله، احذروا قالة السوء وصاحب السوء وعمل السوء، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وثلث بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين لهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك ورحمتك وجودك يا أرحم الراحمين.